واحنا على الواقف هنسخن بشويه اسئله بسيطه ولذيذه. عندنا ثلاث مراحل. المرحله الاولى انا مين او انا ايه، كل الاسره بتشارك فيها، اللي يجاوب طبعا الاسرع والاصح. المرحله الثانيه بيبقى صح وغلط، الاطفال بس هما اللي بيشاركوا وعندكم طبعا وسائل مساعده. والثالثه اختار ما بين الاقواس، برضو الاطفال بس هما اللي بيشاركوا وعندكم وسائل المساعده. فاكرينها ولا اقولها لكم؟ استدعاء ولي امر، يعني نختار بابا او ماما يجاوبوا و او هنغني. هتختاروا انتوا بقى. جاهزين؟ جاهزين. حماس بقى. الله، موسى صحي وقال لي جاهزين. طب يلا السؤال هنا. انا لونان يلونان علم دوله اليابان. معلش سؤال تاني كده. اللونين اللي في علم دولة اليابان. اصفر. قولوا انتوا. قول. احمر وابيض. برافو، شكرا يا عمر، قلت الاسره كلها. انا مين انا ايه؟ ماشي. لغه يتحدث بها سكان البرازيل. البرازيل بيتكلموا ايه؟ لاتيني؟ ايه؟ سبيسيفيكلي يعني. لاتيني ده ايه؟ ها؟ 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 لا مش انجلش. لا مش انجلش طبعا. برتغالي؟ شكرا، يعني كنت لسه هقول بقى. تمام. انت ايه جايه بس؟ جايه. ماشي. انا اللي بغني اغنيه كان في ولد اسمه الشاطر عمر. شكرا. ايه الحلاوه دي؟ انا اللي بغني اغنيه انا عندي بغبغاء غلباوي. شكرا. ايوه كده. عارفين الاغاني دي؟ عارفه الاغنيه دي؟ وانت عارف اغنيه شاطر عمر؟ وانتوا عارفين اغنيه شاطر عمر؟ مش عارفينها. ماشي، ما بنسمعهمش قديم. لا بيسمعوا. بيسمعوا بس مش مركزين. حلو. ماشي، نخش على نخش على المهمه الاولى. بصوا بقى يا اولاد، اول مهمه معانا النهارده ان زي ما انتم شايفين البول ده فيه كور كتيره جدا، احمر واصفر واورنج، بس في كوره زرقاء كبيره بتاعت هاندبول. اللي هيعرف يجيبها فيكم الاول هو اللي هيكسب المهمه الاولى. فهمتوا؟ جاهزين؟ في حماس؟ هتوري. ايوه، موسى ابتدى يصحى وانتوا جاهزين تشجعوا؟ يلا بينا. يلا بينا. دوريا وموسى ريدي ستادي جو جو. نطوا نطوا في البول. ايوه كده. حبايبي. بلو لونها ازرق وكورة هاندبول، كورة يد. الله 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 الله. هل اللي لابس ازرق هو اللي هيلاقي الكوره الزرقاء؟ لا، دي ازاي دي زرقاء؟ بقول كبيره ولونها بلو زي اللي انت لابسه. ايوه دوريا، في تركيز رهيب وحماس. طب انتوا ليه مش بتشجعوا دوريا؟ يلا يا دوريا. وانتوا ليه مش بتشجعوا موسى ولا دوريا؟ انا مش شايفاهم اصلا لانهم صغننين قوي جوه. حاسه انا عايزه نقطه اجيبهم. مين هيجيب الكوره الاول؟ لقيتها بجد؟ فين؟ يلا طلع موسى فعلا اللي لابس بلو، هو اللي لعب كوره بلو. برافو برافو برافو. يلا بسرعه تعالوا نرجع عشان نكمل اسئلتنا. تعالوا انتوا صغار، اجيبكم ازاي؟